على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله زي ما معودينكم هيكون معانا فقرات كتير مختلفة. بس طبعا قبل ما نقول لكم إيه هي فقراتنا، خلاص تعودتوا، لازم أسلم على صحابي وزمايلي وإخواتي الأعزاء شريف وفاروق. أهلا يا أولاد. الحمد لله الحمد لله والله. أخبارك حضرتك إيه؟ الحمد لله. ازيك يا شيكو؟ الحمد لله. ازيك يا رؤى؟ عامل إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، أخبارك؟ كله حلو؟ الحمد لله. الحمد لله. منورين الدنيا والله. الحمد لله. كمان مرة برضه. ازيك يا نورة؟ الحمد لله. ازيك يا شيكو؟ بقالنا ثلاث ساعات قاعدين مع بعض يا جماعة في الهوا أصلاً. بنيجي نسلم إيه؟ غريبة أوي الحكاية دي برضه. بس السلام على الهوا بيبقى ليه طعم تاني. يعني سلام على الطاير بيبقى لا برضو. يعني تخيل كده. يعني حط نفسك مكان الناس اللي قاعده بتشوفنا دلوقتي واحنا داخلين السلام عليكم النهارده معانا كذا غير ما نسلم على بعض، يقول لك ضاربين بعض قبل ما ندخل. طبعا صح. لا يا جماعه ما بيحصلش الشر بره وبعيد، وربنا يحفظنا. والله ما بيحصلش فيه. مالك يا نور؟ تمام. يوم طيب. حلو ان شاء الحمد الله. الحمد لله باذن الله. نبدا نقول يلا بينا. نبدا نقول يا جماعه يلا توكل على الله كده. توكل على الله. يلا يا شباب. طيب يا جماعه خلاص بقى. الله خلاص. احنا داخلين هخش في المود. انا هخش في المود الحلقه. طيب يا جماعه زي ما حضراتكم كده متعودين لازم برضو نهزر معاكم كده في الاول ونفك كده اليوم، ويا رب يكون كده كان يوم لذيذ عليكم. زي ما حضراتكم متعودين كل يوم ثلاث بيكون معانا طبعا فقره، وممكن يكون دي من ضمن الفقرات اللي هي العزيزه جدا علينا وعلى حضراتكم برضو، اللي هي تفسير الاحلام مع صوفيا زاده. ويمكن احنا دايما بنحب مداخلاتكم معانا وبنحب نعرف كل اسئلتكم واستفساراتكم عن الاحلام اللي ممكن تكون بتعدي عليكم. فالنهارده ان شاء الله طبعا لما نيجي معاد فقرتنا نستنى مداخلاتكم معانا وكل استفساراتكم. تابعونا. عظيم جدا. وبرضه يكون معانا يعني ايه فقره حلوه قوي، وهي خاصه بالبنات بقى والسيدات، وهي بتتكلم عن النماذج المشرفة وكمان المشرقة، واللي هي ممكن بتعمل بعض الحاجات في حياتها ملهمة فعلا. فهينورنا النهاردة يعني من منصة احكي، وهي نميس محمود. ومنصة احكي هي منصة مخصصة يعني بشكل شامل بكل ما هو يخص النساء. وبرضه نتكلم معاها عن دور المنصة بتعمل ايه، وبرضه الفترة اللي جاية ايه مشروعاتها اللي هتقوم بيها بإذن الله. حلو قوي. اما الفقرة اللي جاية فهنتكلم معاكم عن حاجة غريبة جدا، وهي طبيعي بتاعنا لما بنلاقي مثلا حد خاسس او فقد جزء كبير من وزنه، اول حاجة بنقولها له ايه ده، الله برافو عليك، خسيت، شكلك حلو، الحاجات اللطيفة دي اللي احنا ممكن نكون بنقولها عشان نشجع الشخص اللي قدامنا. ولكن معانا دراسة النهاردة بتقول انه لا، انه التصرف ده غلط، ان انت ما تمدحش او تقول لحد ان انت خسيت او شكلك بقى احسن لما خسيت. ليه يا ترى؟ ده هنعرفه في الفقرة اللي جاية. هنقول لكم طبعا ايه السبب في الدراسة العجيبة دي، وهنستنى كمان ان انتوا تشاركونا رأيكم في الفقرة اللي جاية. حلو قوي. خلينا بقى نبدأ كده كلامنا معاكم النهاردة في اول الفقرات معانا. زي ما احنا عارفين ان احنا كلنا بلا استثناء بنكون متابعين دايما السوشيال ميديا وكل الاحداث اللي ممكن تكون بتعدي على السوشيال ميديا، بس احنا برضو بيبقى ملفت لنظرنا شوية لما بيكون حاجة جديدة او حاجة ممكن تكون شايفينها كصور ممكن تكون مبهجة. يمكن يعني احنا لما بنتكلم النهاردة بنتكلم عن ان احنا شفنا صور على السوشيال ميديا لطائر الفلامينجو معمول منه او معمولة يعني بطريقة معينة من تجميع مخلفات. ويمكن حد يجي يقول لي ايوه طب ايه الموضوع تجميع المخلفات؟ هو الفكرة كلها ان الفنان ابراهيم صلاح قرر ان هو يجمع كل المخلفات او معظم طبعا المخلفات في بحيرة قارون، وان هو طبعا بمشاركة الاطفال زي ما الصور بين قدام حضراتكم ان هو يقدر يجمع كل المخلفات بمشاركة الاطفال علشان يعملوا زي ما انتم شايفين المجسم ده من طائر الفلامينجو. يمكن يكون دي مبادرة حلوة جدا طبعا، يمكن ضمن المبادرات كمان واتجاه مصر طبعا في رؤية 2030 طبعا نكون خالية من اي ممكن تكون مخلفات او اي اضرار بيئية. فدي فعلا من الحاجات اللي احنا شفناها وكانت ملفتة للنظر جدا على السوشيال ميديا في اخر فترة، ان كمان موجودة فيها الاطفال، وان هو يكون فيه الاطفال بتشارك في حاجة للتوعية البيئية ومن المخلفات اللي بتضر البيئة، ويكون طبعا معظم الاجيال اللي طالعة شايفة ان الاطفال اللي زيهم في محافظات تانية ان هم قادرين ان هم يشاركوا في حاجة زي دي، ويكون عندهم وعي علمي على ارض الواقع ان هم يكونوا بيشاركوا ان هم فعلا يكون في مفيش اي مخلفات في بحيرة قارون، وطبعا وكل البحيرات والنيل وما الى ذلك طبعا من اي حاجة مائية.
صح طبعا يا شيكو، بس الفكره ايه طبعا في الموضوع، ايا كان احنا شايفين المجسم ده طبعا دي حاجه شكلها حلو وجميل وبرده هي حاجه تعتبر مبسطه لفكره التوعيه. يعني بالزبط. ان احنا بنوصل رساله للاطفال والجيل الصغير ده انك ممكن تعمل شيء باقل الامكانيات، سواء كان بالمخلفات او سواء كان بالالوان او سواء كان ببعض الاشياء اللي ممكن نستغلها حتى في بعض الاعمال الفنيه. فانا شايف ده شيء محترم جدا من ابراهيم ان هو يعرف ازاي يستغل ده، لان احنا يعني اتكلمنا في القصه دي قبل كده، وبرده لسه لحد امبارح يعني كنت بتكلم معاكم في الموضوع ده وبقول لكم ان احنا مهم جدا يكون عندنا التوعيه والثقافه البيئيه تكون موجوده بشكل مبسط ونسهلها على بعض. يعني الموضوع مش كيمياء، الموضوع مبسط، الموضوع كل ما بنسهله على بعض باقل الاشياء بروابط ذهنيه ده بيسهل علينا بعض الامور بشكل كبير. طيب عشان بقى نعرف اكتر يعني الفكره وكمان ليه ابراهيم عمل كده، هو معانا دلوقتي على التليفون الفنان ابراهيم صلاح. يا ابراهيم فندم. يا مساء الخير، ازيك يا ابراهيم؟ مساء النور عليكم، ربنا يخليك. كلكم انت نايم ولا ايه؟ لا كنت قاعد بس مريح. مساء الفل عليك. الله يخليك. احكي لنا يا ابراهيم ايه الموضوع؟ اشمعنى المجسم ده والفكره جت منين برضو؟ الفكره احنا في اقامه فنيه 3 شهور، أربعة فنانين، 2 نحاتين واثنين رسامين. فالإقامة دي فيها مبادرات أو أنشطة كل أسبوع بتتعامل مع الأطفال، خاصة بأيا كان بالأفكار اللي هتتعرض على الموضوع ونبتدي نطرحها ونعملها مع الأطفال. فمن ضمن الأنشطة كان في نشاط في قاعدة التدوير اللي احنا هنطلع يوم على بحيرة قارون على الشاطئ بتاعها. ونعمل فكرة اللي احنا نساعد بعضينا ان احنا نلم الحاجات اللي هي اتبقت من الناس اللي كانت قاعدة ومشيت، البواقي او سواء المخلفات البلاستيكية او ازايز العصير الحاجات دي. فانا اقترحت ان احنا نعمل حاجة مبسطة تماما نفرح بها الاطفال ويكون ليهم دور فيها كويس جدا، وبالعكس هتسيب لهم علامة كويسة ومميزة ان هم حابين ان يعملوا كده اكتر من مرة ونشجعهم على كده. فعملت مجسم الفلامينجو مبسط تماما، عبارة عن خط خارجي وابتدي نملاء الأجزاء من المخلفات هنجمعها ونعلقها فيه. فالموضوع بدأ ان الأطفال تماما كانت مبسوطة جدا بالموضوع وكانت عندها شغف أكتر عايزة تعرف الشكل ده، لأن هو كان الجزء ده لسه ما وقفش، فكانوا هم بيعلقوا العلب بالعصير أزايز المية الحاجات دي. تمام. فالموضوع يعني كان كويس جدا كبداية، وفي نفس الوقت بالعكس يعني الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يبقى في حاجة تاني، لأن هم طلبوا كده يعني الأطفال حابة إن هي تيجي أسبوعيا تعمل نشاط وأنشطة زي كده سواء تلوين أو الحاجات المجسمات. فأنا حبيت الفكرة كبساطتها اللي في نفس الوقت مختلفة ومميزة، لأن الأغلبية الأطفال بتطلع أسبوعيا على الحاجات دي وبتعمل نفس النشاط كل يوم، بس برضو مفيش تأثير من ناحيتهم تجاههم، لكن دي سابت لهم حتة كده صغيرة حابين ان هم يجوا يعملوا حاجة زي كده، وفي نفس الوقت بتخليهم يعني في اطفال بقالت انا هحتفظ بأزايز المية، فده حاجة كويسة. حلو. ده رد كويس يعني كبداية ان شاء الله. طيب قول لي يا ابراهيم ليه اخترت الفلامينجو بالتحديد، والمخلفات اللي انتوا جمعتوها اخدت وقت قد ايه، وكان كميتها تقريبا قد ايه؟ هي الكميه كانت كبيره جدا، واخترت في فكره الفلامينجو لان من الطيور المهاجره او الحاجات اللي هي بتكون مميزه على بحيره قارون كان طائر الفلامينجو، فده معروف هنا جدا واطفال القريه عارفينه وبيشوفوه يوميا في البحيره. اخترت الشكل ان هو معروف وهم حابينه، في نفس الوقت مميز كشكل ان هو هيليق مع الحاجات اللي هم او النشاط اللي هنعمله. فالحمد لله يعني، والكميه بتاع المخلفات كانت كميه كبيره جدا، بس اتجمعت في وقت قد ايه؟ احنا ساعدنا بعضينا اللي هو مجهود ذاتي مع يعتبر اطفال مدارس سن صغير حابوا يشاركوا معانا في اليوم ده. الوقت كان قد ايه؟ يعني مثلا خدت معاك يوم كامل، بدات مثلا من 6 صباحا 8 صباحا لاخر النهار، كانت معاك وقت قد ايه؟ الوقت بالنسبه للمجسم بس، هو بس كان وقت مني انا كان يوم. خدت يوم اللي انا اعمله. وجمع المخلفات خد منك وقت قد ايه؟
انت والاطفال. المكلفات لا، ده هي ساعتين زمن على الشاطئ بالطول يعني، هو مش مسافه كبيره، بس كانت مسافه كويسه من اللي هي مناسبه ليهم ولسنهم. جمعنا الحاجات دي في اكياس وبعد كده خليناها على جنب علشان هتتنقل للمكان التاني، وعملنا منها اجزاء، خدنا منها حاجات نعمل منها الشكل الجمالي ده كتشجيع ليهم، وفي نفس الوقت حاجه يشاركوا فيها معايا. طيب معلش عايز اسالك سؤال، انت بعد ما جمعتوا المخلفات هل مثلا بتعدي على مرحله تنظيف وتعقيم او فرز او كده، ولا بتاخدوا المخلفات زي ما هي بتحطوها على المجسم؟ لا لا، كنا واحنا بنجمع الحاجه كان في كل مقسمين نفسنا اربع مجاميع، كل مجموعه لها حاجه معينه، ازايز البلاستيك مع المجموعه الف، الاكياس البلاستيك مع مجموعه ب، فدي كانت تقسيمه مجموعات يعني الاطفال حابه الموضوع، لان في ميزه في كده ان هو ده انا فريق الازايز الميه، فريق الحاجه الساعه، ففي فريق علب العصير، فكان في كده جو حلو، وفي نفس الوقت احنا بننظف المكان وبنعمل حاجه كويسه يعني. يعني هم انت يعني مقسمهم فرق، فريق يجمع الورق والكرتون والحاجات دي، وفريق يجمع البلاستيك مثلا، وفريق تاني يجمع الحاجات الازاز. طب قول لي بقى بمناسبه الموضوع ده، هل مثلا الاطفال كانوا بيتكلموا معاك ان هم متضايقين وهم بيجمعوا القمامه او المخلفات اللي بالشكل ده، وانت بتوعيهم يعني برضو ده جزء من انواع التوعيه والثقافه البيئيه، هل برضو كان في كلام في الموضوع ده؟ لا لا تماما، الموضوع احنا بنشرح الفكره والموضوع مرحب لاي حد حابب يشارك، واللي مش حابب ما فيش اي مشكله يعني، مش اجباري. لا هو فاروق قصده ان الاطفال كانوا متضايقين من فكره وجود المخلفات اصلا بالكم والحجم ده كله، ولا ما كانش في حوار على قد ما انتوا كنتوا مهتمين تجمعوا الحاجه؟ لا 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 بالعكس، كانوا دايما هم مستغربين يعني، في اللي كان بيرمي حاجه بيقول لا انا مش هرمي تاني، ده كميه كبيره قوي اللي احنا خدنا وقت ساعه او ساعه ونص نجمع في الحاجه دي، فهم يعني تعبوا شويه فكانوا مستغربين من الكميه دي على منطقه زي كده في ناحيه البحيره، هم بيحبوا ينزلوا الميه دي في الصيف. فقالوا لا دي هتضر وهتبهدل يعني، في الازايز الازاز والحاجات دي بتعوض، فهم كانوا بيجمعوها كانوا بيخافوا، لدرجه انهم هم قالوا لو جينا الصيف اللي جاي على البحيره ممكن ما افكر ما انزلهاش عشان فيها ميه وفيها حاجات ممكن تعوره كده. طيب ابراهيم برضه انت قلت من شويه ان انت يعني دي كانت مجرد بدايه، ولسه في الشهور او الايام اللي جايه ان انتوا هتعملوا برضه حملات زي كده برضه بمشاركه الاطفال، ممكن تقول لنا ايه اللي جاي؟ هو احنا عملنا دي تاني يعتبر ورشه لينا وتاني نشاط مع الاطفال، كان تمام. اول نشاط خالص كان عن ازايز الميه ان احنا نحولها لاعمال فنيه واشكال يقدروا يستغلوها في البيت، ويقدروا يستغلوها في الزينه بتاع البيت ايا كانت، والمناسبات سواء الزهور والحاجات دي في ازاز الميه البلاستيك. فدي برضو كان لها رد فعل كويس جدا وتاثير حلو، وهم بالعكس يعني حابين الموضوع جدا. هي الفكره كلها ان احنا بنحاول نبسط، ان نخلي الفن يكون ليه دور في تقديم رساله قويه، خاصه الفن الاستشاري التصوير او النحت. ان هو يكون ليه رساله قويه حتى مع البيئه والتوعيه مع الاطفال على جميع مراحلها يعني. حلو جدا. طب قول لي بقى ايه الورش الثانيه اللي انتوا بتقدموها؟ يعني انت بتعمل ايه تاني برضو غير الموضوع ان احنا ممكن بنعمل المبادرات الخاصه شويه بالحفاظ على البيئه؟ انا شايف ان في يعني لوحات بترسموها وبعض الاعمال الفنيه الاخرى، يعني بتعملوا ايه تاني برضو؟ الخامات زي خامة الكرتون بنقدر نفكر ان احنا ممكن نضيف لها الوان ونعمل لها رسومات بحيث ان هو يقدر يستغلها كشكل جمالي، وفي نفس الوقت تشجيع ليهم على اكتشاف المواهب وتنمية المهارة عنده في ناحية الرسم والالوان واختيار الشكل وتصميم الحاجة دي، دي لوحدها بتخلي الطفل لوحده عنده نسبة وعي قوية من ناحية ان هو عنده لمسة فنية زي ما بيقول، عنده ذوق يعني فني، ده مهم جدا. فهو ما يرضاش ان هو يشوف حاجة وحشة قدامه، لا ده عايزها احسن وافضل، فدي الفن ده لوحده بيعلمهم كده. شكرا ليك يا ابراهيم، ويعني مبادرة حلوة، وفكرة نشر الوعي وخصوصا مع الاطفال والجيل اللي جاي، واهمية اللي انت بتعمله ده اكيد حاجة مشرفة جدا، وان شاء الله تنتشر في اماكن كتير. بنشكرك جدا ونورتنا. الاطفال لما بيدركوا
الحاجة البسيطة اللي كانوا بيعملوها. ويمكن ده لهن إبراهيم، أنه أنا كنت بنزل المكان ده بس بعد كده مش هرمي حاجة فيه، أو أن أنا اكتشفت أنه في إزاز أو في حاجات ممكن تعورني، فبعد كده مش هرمي الحاجة دي أو هحافظ على المكان اللي أنا عايش فيه. وممكن يبان سلوك أو رد بسيط جدا ولكن ليه تأثير كبير جدا لو صح. كل طفل من دول يعني بطل سلوك غلط كان بيعمله، لو نشر الفكرة نفسها مع صحابه مع زمايله في النادي في المدرسة، فأكيد هيطلع عندنا جيل واعي بالمشاكل البيئية واللي بيترتب كمان عليها. فأكيد إن شاء الله إن شاء الله مع انتشار الحملات ومع انتشار سواء ورش أو مبادرات بالشكل ده، يعني ينتهي التلوث البيئي من عندنا سواء فيما يخص البلاستيك أو الحاجات اللي بتلوث القمامة بشكل عام. الله نوره، يعني أنا شايف ده يخلي فعلا يعني الفكر الخاص بالأجيال الحالية ان هو يكبر ما يرميش حاجة في الشارع. بالظبط، ان هو يتعود ان هو ما يرميش حاجة. أصل خلي بالكو لما بنتكلم عن الحفاظ على البيئه والكوكب والكلام ده الناس بتتخض. طب انا هعمل ايه يعني؟ انا دوري ايه في الموضوع؟ ما ترميش في الشارع. مش في الشارع بس يعني ليه بقى؟ ما ترميش في اي حته بس اي مكان، لان زي ما قلنا قبل كده ان هي كلها دايره متصله ببعضها. لو رمينا مش عارف فين في البحار البلاستيك والمخلفات اللي هي ممكن يعني ايا كان شكلها ايه، ده بيحصل منها مشاكل طبعا في الثروه السمكيه وسواء برضو البيئيه والحيوانيه اللي هي برضو البريه يعني، فكل ده هيعود علينا بالسلب طبعًا. وبعد كده بيحصل برضو خلل في التوازن البيئي. مظبوط، فكل حاجه يعني هتعود علينا برضو احنا كبني ادمين بالسلب، لان المتسبب في المشاكل دي هو الانسان. خلي بالكم مش حاجه تانية. صح. يعني احنا المتسببين في بعض المشاكل اللي على الكوكب ده. فاحنا لما نطلع عندنا في اجيال واعيه وفاهمه بابسط حاجه انك ما ترميش حاجه بس يعني في الشارع في الطريق في البحر ايا كان الموضوع ايه، هيطلع عنده قلبه بقى على البلد دي، قلبه ان هو يحافظ على الحياه بشكل يعني خاص. صح. بس في الاول او في الاخر فاروق طبعا ان احنا نتمنى ان يكون في فعلا مبادرات وورش كتيره معموله للاطفال، خصوصا للاجيال اللي طالعه، ان احنا بنديهم المعلومه مش بصيره معلومه وخلاص، لا ده هي حاجه زي كان عمليه وبيشارك فيها وبيقدر يحس فعلا باي معاناه. طيب دي كده هتكون خلصت فقرتنا بقى، وخلينا نتكلم معاكم في موضوع شائك شويه، هو يعني ممكن يكون شائك شويه بالنسبه للبنات، لكن بالنسبه لنوره ماشي نمشيها عشان فاروق قال بس يا نوره والله ما اقدرش اكسر له كلمه. ما اقدرش معلش لسه المهم هم على عمه واستحمل. ركز معايا بقى يا فاروق بقى عشان انا اخش في الموضوع بقى. ماشي، وتد كده. طيب يا جماعه ايه هو الموضوع؟ ان احنا دايما بنيجي نشوف اي حد قدامنا خس بنحب ان احنا نديله مدح. مدح بقى ممكن يكون الموضوع ده بيفرق مع البنات اكتر، لكن هي برضو الدراسه بتقول صح، بتقول اكتر ان هو عامه المدح لاي صديق ان هو خس ده ممكن يكون بيعود عليه باضرار نفسيه لكن هي مش معلنه او مش باينه، وده طبعا بيولد في الاول او في الاخر عدم الثقه بالنفس، ان اي حد ممكن يكون يحس ان هو ايه ده يعني انا كنت تخين، ايه ده يعني انا كنت الشيب بتاعي او شكل جسمي كان احسن لما خسيت مثلا بطلت اتمرن او اي حاجه ممكن تكون مشاكل محدش يعرفها غير صاحب الشأن نفسه. بس ده الموضوع. على نور ايه رايك في الكلام؟ لا عليك فقط ان هو يعني هو بالاخر يعني شريف بيلخص الموضوع بيقول لك ان البنات بتفرح جدا لما حد يقول لها انت خسيتي. لا على فكره والراجل بيتضايق لما حد يقول له انت تخنت انت خسيت، مع ان برضو الراجل برضو ما بيتضايقش عادي، بس الست ممكن تخاف وتتضايق. استنى استنى لما حد يقول لها انت تخنتي. استنى بس فين المعلومه؟ ما مش هديك معلومه. هو انت هديك معلومه ليه؟ انا هسال شريف. لا انا هسال شريف لو سمحت. ما هو شريف دلوقتي بتتضايق لو حد قال لك انت خسيت ولا لا؟ عشان كده معناه انا مقصر في الجيم. بتتضايق؟ شفت؟ عشان مقصر في الجيم. لو اصل انا يعني ما عنديش حته التخن اللي هو الحتت الفات دي يعني كان انا بتكلم، لكن لو انا خسيت او تخنت في اللي هو المطلق عادي. لو انا تخين او لا بس انا بتكلم على جزئيه ثانيه. كده جزئيه ان احنا بنتكلم على العضلات كده، انت خسيت عضلات. عضلات بتضايق، لكن لا الثاني عادي يعني ما بتضايقش. صح، ما بتضايقش. بحب الاكل قوي. ما بتضايقش من الاكل عادي يا نور، احنا مش بنتضايق من الكلام ده. ازاي لما حد يقول لك انت خسيت تضايق؟ ايوه شكليات يا فاروق. جه قال لك ايه ده يا فاروق طلع لك كرش؟ الله، مش هتتضايق؟ اقول له عادي يعني نتيجه طبيعيه باللي انا بعمله. انا بحب الاكل. انا بحب الاكل. نتيجه طبيعيه والله. انا مش بتضايق، اللي هو المضايقه اللي هي ابقى ماشي يعني جوايا انا ازاي تخنت عادي. ما هو ممكن
لا قدر الله مش انا يعني، واحد تاني عنده حاله مرضيه، واحد غيره مش عارف عنده ايه في الغده. طب استنوا هسالكوا سؤال يعني بشكل مختلف دلوقتي. لو انت كنت تخنان، انتوا الاثنين يعني تخنانين فاتس مش عضلات وحد جه قال لكم ايه ده الله انت خسيت، هتتبسطوا ولا لا؟ طبعا. وانت؟ هتبسط. طيب يعني مش الستات بس يا جماعه بنتبسط لكن مش بنتضايق. ما احنا بنتضايق يعني، يعني, يعني بص يعني هو الموضوع عندنا يعني عارفه اللي هو عادي يعني. مستقرين فيه عادي يعني، اللي هو ايه ده خسيت، انتوا بتقولوا اي كلام على فكره، شويه بتيجوا كل يوم وتقعدوا تقولوا بص ارفع بقى هنا كده دريلي مش عارفه ايه، اعمل لي اللي مش عارفه نورة. ايه هنصور الحاجات دي قبل الهوا وننزلها على السوشيال ميديا ونشوف مين في اللبس والحاجات دي كلها علشان ما يبانش الفاتس. انا مبدئيا انا كاميرتي عليها في 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 فلتر فلتر بيرفع مخسسني وشايل اللغط. ربنا يخليك يا باجو انت وليدش والله. ايه اللي بتقوليه ده؟ احنا بنطلق الكلام ده نداري اي حاجه والله. تصدقوا ان انتوا دي ميزه عندكم، الدقن بالداري اللي هيبصوا لنا في الدقن بقى يا فاروق الحق. عايز مننا ايه؟ والله انتوا بصينا في الوقفه في الشارع وعند الكشك زمان وعايزين مننا ايه؟ سيبونا عشان الراجل لو طلع له لغده هيربي دقنه وما بقاش فيه لغده. مبدئيا الراجل هو يعني من كتر ان هو واثق في نفسه برنس. عادي يخس يتخن مش فارقه، دقن من غير دقن بشعر من غير عادي، هو شايف ان هو عاجبه حاله كده. لكن انتوا بقى يا نهار ابيض لو قلنا لكم مثلا ايه انت ليه تخنتي شويه كده؟ طب مش يمكن احنا متضايقين من التدخل والحشريه اللي في حياتنا؟ انت ليه تيجي تقول لي انت تخنتي ولا خسيتي؟ طب ما تسيبونا في حالنا يعني، ما احنا سايبينكم في حالنا. لا مش سايبيننا في حالنا، ما انت قلت احنا معانا في النقاش وهو عمال تقول لنا حاجات كده. لا انا بتناقش عشان انا مذيعه مش عشان انا داخله في حاجه. لا داخله معانا ضيوف، هي مذيعه عندك ضيوف، احنا ضيوف، احنا ماشيين ضيوف يا فاروق بقى. انت كان بتناقش انا مذيعه شغلي. عايز اعمل ايه؟ انا جاي شغلي يا حبيبي، انا جاي شغلي يا حبيبي. في حالنا انا عندي ساعه ونص اجي اقعد ام واعمل اللي انا عايزاه. هي حلو ليها وحش لينا. انا حاجز الكرسي ده 3 ايام في الاسبوع اطلع اقول اللي انا عايزاه. فجأة حسيت ان عارف انا مش من شرم احمد حلمي، انا مش من شرم. قضت على الدراسه. طب بقول لك على حاجه، طب انت مش بتضايقي يا نوره بجد والله لو حد قال لك؟ لا لا ايه بتضايق من ايه؟ بجد لو والله حد قال لي انت تخنانه، لو حد قال لك انت مثلا تخنانه او حتى خاسه شويه او كده عادي؟ بص لو حد قال لي ان انا تخنانه بتخانق معاه ان هو انت مالك. لا اصل انت ليه تقول لي بتخانق معاه على طول؟ ايوه انت ليه تتدخل في مساحتي وفي جسمي وخصوصيه جسمي وتقول لي ان انا تخنانه؟ افرض يا اخي ان انا تعبانه زي ما انت قلت، افرض ان انا طالعه من طب ايه؟ ايه يا هشام؟ ايه الدخله دي يا هشام؟ بحكي قصه حياتي. انا فاروق انا سكت. معانا تليفون هدير. يا هدير الو ازيك يا هدير؟ لا انا هسلم على نور الاول. شكرا خليك مع نور. اتفضلي يا هدير اتفضلي. نصفتيني ده انا حتى القصه بتاعتي ما لحقتش احكيها. لا هتحكيها بعد الاتصال. لا سلام. انا كنت مكسله اعمل التليفون ده بس انا يعني حسيت الموضوع كبر قوي فانا مضطره اناصر نوره المره دي. اتفضل. شكرا والله. قولي إيه قولي لي رايك. هقول لكم يعني فاروق وشبير لو هم كانوا من الاول وزنهم فوق العادي، لو كان وزنهم زايد وكانوا وكل الناس بتتنمر عليهم وكل الناس بتتكلم ايه ده انت تخين، ايه ده انت حاول تخس، ايه ده انت صحتك مش عارف ايه، ما كانش زمانهم بقى ده رايهم دلوقتي. اشمعنى انتوا سكتوا ليه؟ ما ترد. لا انا مستنيك تكمل. ما احنا مستنيين تكمل بس عشان نوصل بس للمعلومه بالكامل يعني. ما هي دي المعلومه ان انت بس احنا مذيعين برضه تجربه فانت مش عارف التاثير بتاعها. لكن الناس اللي بتمر يعني فكره الراجل اللي وزنه زايد وشكل باين عليه ان هو وزنه زايد بيتعرض لتنمر زي البنات بالظبط، بيتضايق من جواه، حاسه النفسيه بتسوء، ممكن يفكر في افكار انتحاريه، ممكن يروح لدكتور نفسي، كل ده علشان الناس بتتكلم على شكله. صح. انا مش شايف ان هي حاجه مخصصه بس للرجاله، انا شايف ان هي حاجه في العموم يعني. ايه اي حد بيتضايق من لا انت قلت الرجاله ما بت ايوه قلت الرجاله مش فارق معاها. لا هي الدراسه نفسها. الدراسه بتقول ان الرجاله بتضايق اكتر من البنات والسيدات. فانا بقول لا ما قلتوش ان الدراسه هي اللي قالت كده، الدراسه كانت بتتكلم على ايوه الدراسه بتقول ان الرجاله بتتضايق اكتر من البنات، هي دي الفكره. ان البنات مش بتتضايق، البنات بتبقى مبسوطه ان حد يقول لها انت خسيتي. هو اي بني ادم اي بني ادم لو انت ايوه ده انا عايز اوصل له بقى. ايوه هو ده بقى اللي فاروق قاله. يعني كلنا زي بعض في المنطقه دي ان احنا بني ادمين بنحب الكلام. لا ما قالش كده هدير والله. غير كلامه غير أيوة كلامه في المكالمه. ايوه انا سامعه من اول الحلقه وهو غير كلامه. ايوه عادي يقول لا واحنا واثقين في نفسنا واحنا في فرق مش عارفه جسمنا ايه. في فرق ان الراجل يكون واثق في نفسه وعنده نفسها. لا خلي بالك من حاجه، اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا. انت عارفه في ناس ممكن يبقى مثلا عندها وزن زياده او كرش مثلا
وتيجي تقولي الراجل كذا كذا يقول لك على فكره انا مبسوط بيه جدا وانا شكله بالنسبه لي كده مبسوط بيه. واحد تاني يقول لك ايه انا بشعر لا واحد تاني يقول لك انا بشعر مثلا ما ينفعش ايه احلقه خالص. واحد رابع هو مثلا ما عندوش شعر لو جيت تقول له ازرع شعر او مثلا اعمل اي لوك تاني يقول لك لا انا مبسوط بشكل كده لايق عليا. هي ليها علاقه بالثقه في النفس وليها علاقه ان الواحد ما عندوش ايوه مش ما يمكن ده اللي بيظهر ما يمكن ده قولي لي برضو انت موافقاني ولا لا يا هدير ما يمكن ده الكلام اللي هو بيقوله للناس عشان يداري احراج جواه ما يمكن هو مش مبسوط على فكره. لا بالعكس انا يعني في ناس مش بيكونوا يعني عندهم احراج ولا حاجه من حاجه بيبقوا عندهم توازن بكلامهم وبشكلهم وتحسيهم كده اللي هو مفيش مشكله عنده. لا على فكره هو المشكله يعني بتقلب امتى لو قلب باكتئاب هي دي المشكله. لكن هو طول ما هو ظاهر بشكل كويس وهو حاسس ان هو عنده ثقه في نفسه دي عمرها ما تكون مشكله. هو ممكن عنده مشكله ايا كان مش عارف يتخلص منها مشكله مرضيه مشكله حب في الاكل مثلا او الشاي عنده مفتوحه شويه بس ده مش بيقلل من شخصيته ولا من ثقته في نفسه ملهاش علاقه. هو ممكن يتضايق هو احيانا في اشخاص بتبقى عندها صعوبه ان هي تفقد الوزن بسرعه وان هي دي مشكله مرضيه دي مشكله مرضيه ايا كانت بس هو ما عندوش القدره ان هو يوم ما يقرر ان هو يخس او ان هو عايز يظبط نفسه وجسمه شويه ان هو يعمل ده على طول. لا ده محتاج جهد كبير ووقت طويل. ما ده عايز متابعه مع دكاتره وعايز يعني قصه ثانيه خالص كده. هنا الناس هنا بقى دي مشكله ان هو ممكن يخش في مرحله اكتئاب عشان هو عنده حاله مرضيه والناس مش عارفاها. انا بتكلم على الاجزاء التانية الناس العاديه جدا اللي ما عندهاش مشاكل واللي هي ممكن تبقى زايده في الوزن عادي جدا بس هي عندها ثقه في نفسها ملهاش علاقه. هي ليها علاقه ان هو ازاي يعرف يتحمل حتى لو حد بيقول له كلام جارح يتحمله ده مهم قوي. لا وانا اتحمله ليه؟ شكرا ليك يا هدير. شكرا. انا ليه هنا كلام جارح؟ ما هنا ما انا ليه حد يقول لي احنا ما تطرقناش يعني عشان هدير برضو حصل سوء تفاهم في الموضوع ان احنا ما رحناش لحته ان لو حد عنده مرض سواء بنت او ولد. لا احنا مش بنتكلم احنا كنا بنتكلم على الرجاله احنا بنتكلم على الوزن الزايد الطبيعي سواء نتيجه حب اكل سواء نتيجه انه ما بعملش رياضه سواء نتيجه حمل وولاده والحاجات دي كلها زياده وزن. فانا ليه حد يعلق على جسمي والمفروض ان انا اكتم جواي يعني ليه؟ لا ما تكتم هو المفروض طبعا محدش يكتم سواء ولد او بنت او راجل او حد قريب منك خلي بالك يعني هيقول لك كده بالظبط في الشارع يعني ما احنا بنقعد نعمل كده اصلا مع بعض ثانيه واحده حد قريب ليك اصحابك وعلى فكره زي ما بنعمل احنا مع بعض احنا بنتكلم في ده سيبك من ده سيبك من ده انا انت مين يعني مين اللي قال لك انه لو حد قريب منك ان انت مش هتتضايق؟ ما المفروض الحد القريب مني ده ان انت هتبقى طول الوقت مثلا بتخليني اثق في نفسي من جديد بتخليني بتديني سبورت. لو انا جيت قلت لك ان انا متضايقه من شكل جسمي دلوقتي او انا حاسه مش عارفه ايه لا عادي وخلاص وخد لو وقتك. انت عايز حد يساعدك بس ما حدش يحبطك يعني مش شرط كده بس مش لازم حد يجي يقول لي انتي تخنتي قوي او حاولي ترجعي تاني او مش عارفه ايه. انا اكيد بحاول اكيد لو انا متضايقه من شكل جسمي اكيد هكون بحاول والله بس مش معنى كده ان انت ليك الحق ان انت تعلق عليا. لا ما حدش ليه الحق. بص هقول لك حاجه انا اقول لك حاجه شخصيه حقيقيه 100%. انا كانت ساعات والدتي مثلا متعوده طول عمري مثلا لو احنا رياضيين كلنا من واحنا صغيرين ان جسمنا ليه شكل معين. لما بتلاقي الشكل الام او الاب في البيت بدا يتغير بتبتدي تعلق. فانا مثلا ممكن يكون عندي فتره كده تعدي علينا في حياتنا كلنا اللي هو انا ايه انا مش بتمرن عندي حاجات ملخبطه جوه دماغي انا مقبل مقبل جدا على الاكل لان ده بيعوضني عن فجوه معينه انا بمر بيها. ما هو نفسيا انا كنت في الفتره دي الفتره اللي فاتت وعديت بيها بعدين مره واحده كده نمت صحيت هي خلاص قرار رجعت اتمرنت تاني رجعت مش عارف ايه. فهي دي كانت حاجه حلوه جدا لما كنت بتضايق فعلا لما مثلا ممكن والدتي تقول لي او اختي او اي حد خد بالك انت عمرهم ما شافوني كده وزدت اللي هو ايه زيادات ايه 4-5 ساعات عارف انت حاجات اللي هو انا لما اجي اقول لحد انا تخنان بيبص لي كده اللي هو تخنان ايه فين اللي انت تخنان. فهي بتبقى حاجات زي كده لا كانت بتضايق هو ده اللي انا يعني المغزى بتضايق بس عارف انا في نفس الوقت ما كنتش بتضايق قوي لان انا متحكم في ده حلو. أيوة. حلو انت بقى وصلت لنقطه كويسه قوي ان انت هنا متحكم
في الموضوع، فممكن لو انت عندك شويه اراده ان انت هتحاول. اقول لك على حاجه يعني برضو تجربه شخصيه انا مريت بيها، يمكن خلال فتره حملي انا زدت في الوزن كتير جدا جدا طبيعي جدا طبعا. وده طبيعي، ويمكن انا زدت اكتر من الطبيعي. انا ما كانش في حد بيقابلني غير ايه ده شكلك عامل كده ليه، ايه ده مش عارفه ايه، ايه ده طب هو انت يعني الوضع طبيعي، طب انت مش عارفه ايه. وفي بقى اللي يجي يحاول يهون عليك بس بطريقه مختلفه، معلش بعد ما تولدي ان شاء الله كل ده هيروح عادي، والله شكلك هيرجع طبيعي، على اساس ان انا دلوقتي كان شكلي مش طبيعي. تمام، خلصنا من فترة الحمل والحاجات دي كلها. تيجي بقى الناس دلوقتي تبدأ تعلق عليك ايه، يا ده انت فين انت ايام زمان قبل الحمل والولادة، إيه ده انت إيه كنت مش عارفة ايه ده كان اللي هو بجد فيه ايه يعني التفاصيل الخاصة قوي يعني ايه يعني هو طبيعي يا جماعة، محدش يعني الستات هتبقى فاهمة الكلام ده، بس الرجالة عمرها ما هتقدر تتخيل الفترة بتاعت الحمل والولادة والرضاعة والحاجات دي كلها، ايه اللي بيحصل في جسم طبعاً. الست وايه اللي بيتلخبط فيها والحاجات النفسية اللي بتمر بيها، وفكرة عدم الكنترول سواء على الاكل او حتى الهرمونات المتغيرة دي، هي بتعمل طبيعي تغيرات في الجسم، بتاخد وقتها بقى ما تاخدش وقتها، الست تفضل مليانة شوية او تخس، ايا كان ايه اللي بيحصل، هي عملت على فكرة حاجة عظيمة جدا طبعاً. فكرة ان هي تمر بالرحلة دي، فدي حاجة مش هينة ابدا، فانت مالكش الحق ان انت تبقى قاعد والله بتتفرج على التلفزيون كده وعمال بتاكل وتعلق على شكل جسمي، يعني انت عملت ايه؟ انت بجد عملت ايه في حياتك؟ طبعا مش صح طبعا اي حد يتدخل بشكل يعني عميق جدا أو في جارح. القصه دي مش لطيفه، بس طبعا هي في حاجه اسمها النصيحه، انك ممكن لو حد مقرب ليك او حد انت ممكن يتقبل الكلام منك بشكل مرن او ما فيهوش مشكله يعني بدون حساسيه، هنا انت عليك انك ممكن يعني تنصحه بشكل اللي هو ايه ما يوصلش مرحلة السمنة اللي هي المفرطة او اللي هي المرضية لا قدر الله، ان هو ممكن سايب نفسه بشكل كبير جدا، فبناء على الكلام ده ان هو دخل في حالة مرضية اللي هي ممكن دخل فيها كوليسترول ومش عارف والضغط وخلافه من الحاجات اللي هي داخله فيها الشكل المرضي شوية، لان هو ما كانش كده، هو وصل لده لما بقى وزنه زايد مثلا. فانت هنا دورك انك توعيه وتقول له او تقول لها يعني انك خلي بالك انك لما المشكله الصحيه اتغيرت فيك دي عشان خاطر الوزن مثلا، فهنا احنا ممكن نحافظ على بعض في الجزئيه دي لكن ما نجرحش بعض. لا معلش يا فاروق، حاجه بسيطه قوي مش يعني ما ينفعش احس لو انا طلبت منك النصيحه او طلبت او اخذت رايك انا بقولك بدون حساسيه ممكن تقول لي ده، انما مش اي حد يشوف حد. لا ما انا بقولك مش اي حد، انا بقولك يعني حد مقرب ليك، حد مقرب ليك، حد انت بيتقبل منك الكلام، حد بياخد الكلام من غير حساسيه بحب، هو عارف ان هو الموضوع ما فيهوش يعني حواجز، فاهمه؟ فانت شايف ان هو ممكن حالته الصحيه ممكن بتتلخبط او ممكن حالته الصحيه عماله تبقى للاسف يعني اسوا، فانت شايف ان ده جاي من الوزن الزياده مثلا او جاي من السمنه المفرطه مثلا، فانت هنا دورك انك تساعده او تساعدها طبعا ده يعني لو هو حابب او هي حابه، لكن غير كده انا شايف ان كل واحد حر في نفسه طبعا ياكل اللي هو عايزه، ناكل نوتيلا بقى، ناكل بيتزا براحتنا احنا، حد حاجه عندنا. المهم يعني المهم ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه ما حدش يتدخل زياده عن اللزوم في حياه اي حد، وانا وفاروق متضايقين جدا احنا ما سمعناش قصه نوره بس هتتعوض، اللي احنا لازم هنسمعها لازم نحكيها احكيها للاسف بقى معادنا لازم نطلع فاصل. خلينا كده قبل ما نطلع فاصل برضو نقول لكم ان احنا دايما لما بنشوف دور السيدات الملهمه طبعا في المجتمع ويمكن دورهم بصفه عامه بيكونوا ازاي ناجحين، ففي منصه اسمها منصه احكي، اي ممكن تكون يعني هي اللي دايما بتسلط على الضوء على السيدات الملهمه في المجتمع. خلينا نعرف كده ايه الموضوع ده مع نميس محمود بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا. يمكن احنا طول الوقت بنتكلم انه بقى في بنات وسيدات كتير قدروا ان هم يقتحموا مجالات مختلفه وقدروا ان هم ينجحوا فيها ويكسروا تابوهات كتير جدا يمكن احنا واخدين عليها او بحكم العادات والتقاليد والكلام اللي بيتقال، بنات بتقلق ان هي تعمل بعض الحاجات المعينه، ويمكن ده اختلف شويه في الكام سنه الاخيره،
ولكن انه نماذج قليله بس هي اللي بقت بتنتشر او بقينا بنشوفها مثلا على السوشيال ميديا عن طريق الصدفه. ان احنا بقى يبقى عندنا منصه متخصصه بتحكي وبتسلط الضوء كده على النماذج الملهمه والمشرفه لبعض البنات والسيدات اللي نجحت في حياتها او حتى اللي عندها قصه ملهمه تقدر تفيد بيها ناس غيرها، ده اللي معانا النهارده. معانا نميس محمود، هي مؤسسه منصه احكي المتخصصه زي ما كنت بقول لكم كده ان هي بتنقل او بتسلط الضوء على النماذج الملهمه للبنات والسيدات. ازيك يا نميس؟ هاي، عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله، منورانا. ميرسي. ازيك يا نميس المره الثانيه؟ اهلا. ده معتاد عندنا. ده معتاد عندنا هنا. واولا طبعا بحييكي على فكرتك جدا، ومن بعد بقى التحيه على طول انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلاكي تعملي منصه احكي لدعم السيدات الملهمات في المجتمع بصفه عامه والبنات. انا دراستي اصلا اعلام، او اشتغلت فتره في حياتي مراسله، فكنت بحكي قصص. انا اصلا زمايل يعني زمايل. فانا طول عمري بحكي قصص، بحكي قصص ناس عامه. بس اللي خلاني اعمل احكي منصه للستات، اولا انا ست، ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا ست متحيزين، انا يعني ماشي، ما عنديش مشكله ان انا ابقى متحيزه للستات، لان انا ست. فحاسه ان عندنا قصص كتير قوي محتاجه تتحكي، وفي مصر وفي المنطقه العربيه ما كانش ده موجود قوي، وكان في دايما اطار محطوط فيه المحتوى اللي بيتقدم للستات. مهم الطبخ والميك اب والفاش، كل ده مهم، لكن مش هو ده بس اللي احنا محتاجينه او محتاجين يتحكي عنه. وكان في كده نوع من انواع الصندوق اللي بيتحط فيه المحتوى ده، احنا مش هنخرج بره. فكل ما ده كان بيتقلي ان هو ده بس بيهم ستات، كل ما بقيت عايزه اعمل اكتر حاجه تحكي قصص الستات. ومن هنا جت بدات احكي. خدت مني فتره سنين طويله افكر ويبقى في باك اوف ماي مايند كده في دماغي انا عايزه اعملها، لحد ما عملتها. لان انا كنت انا نفسي بجيت انسبايرد او بحس بالهام شديد وبيفيدني في حياتي لما بشوف قصص ستات ناجحه وملهمه، فكنت حاسه ان في ستات كتير بتشاركني نفس الاحساس، فعشان كده كنت عايزه اعرض لهم قصص ثانيه. حلو. المنصه بقى لها قد ايه تقريبا؟ في يناير هنتم 7 سنين. اوف، ده رقم ما شاء الله. حلوه قوي. طيب قولي لي كده، الستات او البنات، هل انت اللي بتقدري ان انت توصلي لهم، ولا ممكن لو حد عنده قصه وحابب ان هو يحكيها هو اللي بيتواصل معاكي؟ بعد 7 سنين ناس كتير هي اللي بتبعت لنا، لكن اول ما بدانا كان عندنا تشالنج، طبعا تحدي ضخم، ان احنا نقنع ستاتنا تحكي قصتها، لان كان في خوف من الميديا، لا انتوا هتحطونا بقى هتقولوا علينا ايه، طب هتعملوا ايه. فبدانا ندور احنا على القصص الملهمه في الاول ونحكيها عشان الناس تبني ثقه ما بيننا وما بينهم وتبتدي تبعت لنا قصص. حلو. فبدانا نعمل الاثنين، احنا بندور على قصص ملهمه والقصص الملهمه بتجيلنا دلوقتي. حلو قوي. حلو قوي. طيب احنا لو بنتكلم بقى على القصص الملهمه كتير دي، هل في قصص معينه ممكن تكون اثرت فيكي تقول لنا عنها اي حاجه؟ ولا انا اثرت فيها قصص كتير، من كل قصه باخد حته يعني. بس اول ما بدانا، انا فاكره في احكي اول ما بدانا خالص وبقينا نجيب قصص، كنا بندور ايه القصص اللي عايزين يعني ننشرها في البدايه. كانت قصص الستات اللي بتشتغل في شغلانات بنقول عليها ميل دومينيتد او مسيطر عليها الرجال، او معروف ان هي شغله رجاله، انت بتشتغلي فيها ليه؟ من اقل حاجه لاكتر حاجه. فاشتغل يعني حكينا قصه ست كانت صبي سماك وصبي جزار، ودي حاجه مش متداوله، فدي من الحاجات اللي اثرت فيا قوي. والسنه اللي فاتت كان عندنا كامبين اسمها 21 ست مؤثره سنه 21، كلهم طبعا اثروا فيا، لكن في بنوته اسمها اميره شعبان من الفيوم، بنت من اسره متوسطه الحال، فكانت هوم سكول بتدرس في البيت ففضلت تدرس لحد ما جابت نجحت في ثانويه عامه وجابت مجموع طب، بس اهلها مش معاهم الفلوس الكفايه ان هم يدخلوها، فاخذت منحه من الدوله ان هي تدرس في طب الفيوم. انا بالنسبه لي دي قصه مؤثره جدا، لان هي رغم كل حاجه بتحصل حواليها حطت تارجت قدامها وصلت له، ما استسلمتش. ودي اكتر قصه بتاثر فيا بصراحه. حلوه قوي. طيب هل نقدر نقول انه في معايير معينه نقول عليها انه دي قصه ناجحه او لا؟ لا. طب بتنشري ده بناء على ايه؟ بنشر بناء على ان كل حد فينا برحلته. انا دايما بقول ان احنا ما بنحتفلش او ما بننشرش قصص النجاح، احنا بننشر الرحله. فكل حد عنده رحله هي ملهمه في خطوه من خطواتها، في محطه من محطاتها. فما فيش حاجه اسمها نميس ناجحه علشان عملت احكي، او مش ناجحه علشان ما عملتش احكي. ما فيش حاجه اسمها ان الست اللي قررت تقعد في البيت هي اقل، او الست اللي قررت تشتغل بس هي اقل. هي كل ست قصتها ملهمه بطريقتها. انا دي احكي اتبنت على كده، ان كل ست قصتها ملهمه وقصتها مؤثره وعندها نقطه نجاح. لان احنا بننجح وبنقع وبننجح وبنقع، فمفيش حاجه مفيش معايير، هي كل قصه ملهمه في حد ذاتها. صح.
صح، يمكن كل قصه هيبقى ليها اكيد ليها فيها سطر او سطرين هما اللي نقدر عليهم التيرنينج بوينت، نقطه التحول في حياه الناس. وباقي السطور كلنا بنقع وبنرجع بالزبط. فهي الرحله احنا بنحكي عن الرحله عامه. بالظبط. طب لو هنتكلم معاكي عن حمله اونلاين بامان اللي كانت مع السفاره الالمانيه، برضو احكي لنا يعني التعاون جه ازاي وايه الموضوع كان عباره عن ايه بالظبط. الحقيقه احكي بتتكلم على بتعمل حملات توعيه كتير عن موضوعات وقضايا بتخص الستات بشكل عام لرفع الوعي للستات والمجتمع بشكل عام. فدايما بنشتغل مع شركاء عندهم نفس الفيجن او عندهم نفس الرؤيه او بيشتغلوا على نفس الموضوع او عندهم بروجرامز او برامج بتساعد على ده، فاحنا بنعمل الجزء التوعوي الديجيتال او الديجيتال ميديا او على الاونلاين او السوشيال ميديا او كده. فاونلاين بامان هي فكرتها ان احنا نرفع الوعي عن المضايقات والمخاطر الاونلاين اللي بتعرض ليها ستات بالذات في الفتره اللي فاتت. طبعا متابعين في حاجات كتير بتحصل من هاكينج موبايلات لصور شخصيه لابتزاز لتحرش لكل الحاجات دي. فكان في الكامبين دي كانت فكرتها احنا عملناها بالتعاون مع السفاره الالمانيه لان هم عندهم نفس الرؤيه ان احنا نرفع الوعي انه ازاي الستات تكون اونلاين بامان من كل النواحي بقى، من خلال السايبر سيكيورتي والامان الرقمي ومعرفه القوانين وازاي تحمي نفسها ونرفع الوعي اصلا انه في حاجات كده هي مش اوكي. التحرش الابتزاز وات ايفر هو مش اوكي وفي قوانين بتمنع ده وبنساعدهم ان هم يعرفوها وان هم يستخدموها كمان. فدي فكره الكامبين. واعتقد كمان فكره المسجات العجيبه الغريبه اللي بتجيلنا دي دي بلاوي وفي منها بيصنف على انه تحرش والبنات ما عندهاش فكره انه لا على فكره هو ده تحرش، او انه المضايقه اللي بيقولها لك بشكل معين او الجمله اللي بيقولها لك بشكل معين هي دي. الموضوع طبعا متدرج يعني من اول بالزبط. هاي ممكن نتعرف لحد ما بيبعت صور بالزبط. ما ينفعش تتبعت بالزبط. او يبتدي يتدخل في حياتك ويضايقك بطريقه مرعبه. فعشان كده في مباحث الانترنت في مصر تقدري تروحي لها لو حصل لك حاجه زي دي. فده جزء من الكامبين يعني. طب هل من خلال الحمله بتاعتكم قدرتوا توصلوا كده مش عايزه اقول نصايح ولكن بعض المقترحات او بعض الحاجات اللي ممكن تقولوها للبنات في النقطه دي بحيث ان هي تبقى اونلاين بامان او ان هي تاخد بالها اكتر من بصي في حاجات كتير قوي، بس واحد احنا بنحاول على قد ما نقدر ننشر حاجات ليها علاقه بالامان الرقمي. يعني ازاي تحافظي على تليفونك، الايميل بتاعك، الباسورد بتاعك، تعمل ازاي عشان ما يتسرقش، دي حالات بنشوفها كتير. فدي حاجه مهمه. اتنين تبقى عارفه حقوقك، القوانين بتحميكي وما فيش حاجه اسمها ان حد يبتزك سواء كنتي اوريدي مثلا حد تعرفيه وانت بعتاله الصور بارادتك او مش بعتاله الصور بارادتك، مفيش حاجه اسمها ابتزاز، هو تحت طائله القانون مجرم فما تسمحيلوش يبتز. تالت حاجه ودي بقولها انا بشكل شخصي ودايما بنروج لها انه ما تخليش حد يبتزك عاطفيا. يعني ما تخليش حد يبتزك عاطفيا ويقول لك انت مش واثقه فيا ابعتي لي كذا، او انا بحبك فابعتي لي كذا وانت مش راضيه ومش موافقه. ده الحيله الاشهر تقريبا اللي بنسمعها في كل مكان. بالظبط. وانت مش راضيه ومش موافقه، فدايما بقول اللي تبع يعني ما تبنيش جسور ثقه انت مش قدها علشان انت الوحيده اللي هتتضري نفسيا ومعنويا. هتاخدي حقك لانه ما فيش حاجه اسمها ابتزاز بنروح له وبنكمل معاه وبنعيط، لا لازم تاخدي حقك. بس ليه تعيشي اصلا فتره عدم الامان والضغط النفسي دي علشان بنيتي ثقه مش في محلها؟ يعني بحاول دايما ان انا اقول ان البنات سيطري على حياتك على قد ما تقدري بحيث ان ما حدش حتى يضايقك، حتى ان انت نفسيا تتضايقي. فدي نصيحه دايما بقولها يعني. طيب نميس برضو يعني خلينا انت بتتكلمي عن النصايح والحاجات اللي بتحصل على الديجيتال عامه او السوشيال ميديا بصفه عامه دلوقتي، ايه ممكن تكون ابرز الحالات اللي بتجيلكم؟ بتساعدوهم ازاي البنات بالذات لما بتعرضوا لاي حاجه زي كده؟ حاجه مهمه جدا انه احكي مجله اونلاين. سو احنا بنشتغل على الاويرنس او على رفع الوعي، فاحنا ما عندناش مفيش مساعده بعينها بنقدمها، لكن بنشاور على المساعدات. بمعنى لما تتعرضي لاي موقف تقدري تكلمي مجلس مكتب شكاوى المجلس القومي للمراه، ولو اقل من 16 سنه المجلس القومي للامومه والطفوله، او ممكن تكلمي مباحث الانترنت. دايما بنوصل لهم المصادر بتاعه الدعم اللي يقدروا يوصلوا لها علشان يساعدوهم. انا شايفه ان احكي المساعده اللي بنحاول نعملها ان احنا بنعرفهم كل حاجه عن اي موضوع يخصنا، بنحاول نديهم الجايد لاين ان هم يمشوا. خبرات كتيره طبعا فبتشاركوهم بيها. طبعا طبعا ده بنعمله، لكن احنا ما بنقدمش مساعده بعينها. يعني احنا ما عندناش دعم قانوني ولا عندنا دعم نفسي، لكن نقدر نوصلهم لمين بيقدم الدعم القانوني ومين بيقدم الدعم النفسي. طول الوقت بنعمل ده الصحيح للطريق يعني. حلو قوي. طيب نميس، انت قلتي ان انتوا بتعملوا اكتر من حمله كلها بتخص الوعي البنات والسيدات، ايه اكتر او يعني اكتر الحملات اللي انتوا عملتوها كانت بتتكلم عن ايه بالظبط، وايه اكتر حمله انت كنت حاساها بتمس البنات قوي؟
احنا اتكلمنا على حاجات كتير جدا، اتكلمنا على شغل امن، ازاي الستات تكون في بيئه عمل امنه، ودي كانت حاجه مهمه وفادت بنات كتير، حتى الفيدباك اللي جالي كده. بس من اكتر الحملات اللي انا حبيتها كانت عن ان انا اتقبل نفسي واحبني زي ما انا، ودي كانت حمله لقيت ان كلنا طبعا انا لسه شايفه قبلها احنا البنات بتضايق لما تقول لها خسيتي وتخنتي وكذا، بس دي كانت اكتر حاجه ان احنا كلنا عندنا جسر وعقد ما بيننا وما بين اجسامنا، بالذات الستات، لانه في معايير حطها المجتمع غير منطقيه اسمها المثاليه، وهو ما فيش حاجه اسمها مثاليه، فعملنا كامبين اسمها ما فيش مثاليه. ما فيش مثاليه لا راجل ولا ست ولا طفل ولا كبير ولا صغير، ما فيش مثاليه في العموم، لكن مستحيل. دايما الضغوط اللي على الستات بالذات لاجسامها اكتر كتير، فدي كانت اكتر كامبين انا اتاثرت بيها بشكل شخصي وحبيتها، لان لقيت ان كل الناس الطويله والقصيره والتخينه والرفيعه واللي مناخيرها عامله كذا كلنا بنتعرض، لانه في حد شايفك مش كفايه. You are not good enough. فدي كانت قريبه مني بصراحه. عشان كده في ناس كتير قوي تقول لك ما فيش ست متصالحه مع شكل مناخيرها، اللي هو لو لقيت واحده متصالحه انا بحب مناخيري. انت مناخيرك حلوه. عيني المفروض ما اقولش كده. لسه بنتكلم يا جماعه، بنقول ما ينفعش نقول دي حلوه ودي وحشه، ما فيش فايده. لا هو مهم ان انت، احنا دايما حتى في الكامبين دي، ان انت لما بتبصي اي حد راجل وست اهو يا شريف بيبص في المرايه ويشوف نفسه كويس، هو فعلا بيبتدي يحب نفسه، لانه احنا طول الوقت بنبص على العيوب بس ما بنبصش على الحاجات الحلوه اللي فينا، وده كله جاي منين؟ جاي انه طول الوقت بيتقولك اتخني شويه، خسي شويه، انت محتاجه تظبطي كذا شويه، لا شعرك كيرلي احلى، لا شعرك ناعم وسايح ومنحنح، ما فيش الكلام ده. بجد بجد، عشان بجد انا الكامبين دي طلعتني ان انا لقيت، طب هو احنا ده بياكد ان مفيش مثاليه، ما انا كل البنات اللي بعتت لي دي مختلفين تماما عن بعض، وكلهم بيتقال لهم ان انتوا يو ار نوت جود انف، انت مش كويسه كفايه، انت مش حلوه كفايه، فلازم نغير ده. انا ضحكت من كتر ما انا حسيت ان هي شايله جوه قلبها، مش قادره هو لو اتكلمت مع اي ست بالذات في موضوع الشكل والمقاييس والحاجات دي كلها، وسمعت منها كام جمله بتتقال لها، مش هقول لك على مدار السنه، على مدار اليوم الواحد، على شكل جسمها وشكل شعرها وشكل لبسها وطريقه كلامها والحاجات دي كلها، تحس فعلا بالضغوطات اللي احنا بنمر بيها. لا انا عارف ان انا يعني بنات اختي، من غير ما نخرج بره الموضوع سريعا، هم اربع بنات على رؤوس بعض. اوكي. وكبروا دلوقتي، اولى جامعه وجريد 3 وجريد 12 ومش عارف، فالموضوع بقى بدا ان هم بيجوا يعلقوا فانا ساعات اقول لها بتحكي كده ليه؟ هو انت ليه عامله مش انا عايز اعرف ايه المغزى، اصل هي مش كده. فتقول لي اصل عشان ضحكتي، اصل عشان ما اعرفش في ايه في اسناني، فانا فهمت ده منكم دلوقتي ان هم فعلا هتلاقيهم بيعلقوا على بعض، يرضوا معايير اتفرضت انه البنت الحلوه كده لازم يبقى شكلها كده. انت وضحتي لي ده، عشان كده انا قلت المثال ده. طيب خلينا نكمل معاكي بقيه موضوعنا. لو احنا بقى دلوقتي احنا اتكلمنا طبعا ان كان في مع السفاره الالمانيه طبعا تعاون، ويمكن برضو نتكلم دلوقتي عن السفاره السويديه، عن اختيار طبعا اكثر النساء الهاما في اخر سنه، الموضوع ده برضو جه ازاي والتعاون ده حصل ازاي؟ نفس الكلام، في رؤيه مشتركه، احنا عندنا كامبين كل سنه او حمله كل سنه قائمه بنختارها للسيدات المؤثرات في السنه، فجه التعاون كده ان هم عندهم نفس الرؤيه، فعملنا تعاون ما بيننا وما بينهم. احنا اخترنا السيدات الملهمات لسنه 22، وكانت الفكره ان احنا نختار سيدات بتمثل كل الستات المصريات، يعني هو زي ما انا قلت لك قبل كده ان كلنا ملهمين وملهمات صمها، واحنا كلنا عندنا حته طبعًا ملهمه، فعشان كده ال 22 ست لسنه 22 قصصهم بتتشابك مع قصص الاف بل ملايين المصريات في الرحله. مش في نجحوا في ايه، في رحلتهم، في تحدياتهم، في الصعوبات، في الاحلام اللي قعدوا كتير عشان يوصلوا لها. فالتعاون جه ان احنا عندنا رؤيه مشتركه، فاحكي مع السفاره السويديه، عملت كامبين تعني فيها عن قصص 22 ست ملهمه، وعملنا بعد كده حفل تكريم واحتفال بال 22 ست استضافوا السفير السويدي في مصر. حلو قوي. طيب انتوا برضو بتحضروا الفتره دي لايفنت هو يمكن متخصص اكتر لصناع المحتوى على السوشيال ميديا، ايه الهدف من الايفنت ده وامتى وايه تفاصيله؟ اوكي. هو اولا مش متخصص لصناع المحتوى خالص، هو بس السبيكرز او المتحدثين في البانلز هم معظمهم بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا، ولكن الايفنت فكرته ايه؟ فكرته ان اول مره هنتقابل مع البنات والستات اللي بيتابعونا اونلاين، احنا بقالنا 7 سنين اونلاين بس مفيش، ما شافوناش، ما شفناهمش، ما عملناش حاجه. احكي بقى عندها 2 برودكتس تانيين، احكي اكاديمي، ودي بتقدم ورش عمل وتدريبات للبنات والستات في حاجات مختلفه علشان ترفع كفاءتهم، علشان تساعدهم في حياتهم، واحكي هاب، واحكي هاب دي اللي بتعمل ايفنت ان احنا هيبقى عندنا بعد كده هنتقابل معاكم في الحياه ملتقى مش بس اونلاين. فده فكره الايفنت، بس مركز
على موضوعين مهمين، اونلاين بامان، ان احنا هنركز اكتر على فكره ازاي نكون اونلاين بامان، والحاجه الثانيه على الصحه الجنسيه والانجابيه للستات، ازاي هم يهتموا بصحتهم الجنسيه والانجابيه. ده الموضوع الثاني اللي احنا مهتمين بيه في الايفنت، بس من خلال جلسات نقاشيه وانشطه مختلفه وورش عمل خلال اليوم. هو يوم الجمعه الجايه هيبقى يوم كامل، دعينا فيه صناع محتوى كتير من دكاتره نفسيين ومتخصصين وكمان صناع محتوى، لانه في جزء عندنا مهم بقى الخاص بصناع المحتوى انه والسوشيال ميديا انفلونسرز ايه دورهم ومسؤوليتهم المجتمعيه لرفع الوعي بقضايا المراه، حتى لو هم محتواهم مختلف ان هم عندهم دور ومسؤوليه مجتمعيه ان هم يشاركوا في التوعيه للجمهور الكبير اللي بيتابعهم بالذات ان هم صغيرين، فازاي يرفعوا الوعي عن قضايا المراه. فده الحته اللي علاقه بصناع المحتوى. ينفع نيجي؟ طبعا. طيب انا بصي، انا عندي سؤال. انا عارف طبعا ان هي الموضوع كله عن المراه، هل ممكن في من ضمن الايفنتس اللي بتعمله ده بيكون فيها مشاركه للرجال او المؤثرين؟ لا اسمعي بس، لا والله بكلمك بجد، لان في لا يعني في رجال كتير ممكن اشوفهم على قد ما في حاجات سلبيه في حاجات برضو بتكون ايجابيه وبيدعموا. فضول يعني هنيين على حاجه؟ لا عايز اعرف، لا بجد عايز اعرف. يمكن انت بس لو هنتكلم بجد، انت عارفه ان انا حته الدعم، هو بصراحه شريف يعني بيساند الستات بصراحه. يمكن انا عشان كان عندي عارفه انت وانت متضايقه الراجل، يعني انا كنت ظروفي الراجل ظروفي الشخصيه والدتي هي اللي كبرتنا وربتنا وعملت حاجات كتير، فيمكن ده اللي ممكن يكون شايف القدره دايما لدور الست. أوكي. فشايف القدره ان هي، انا بشوف دايما ان هي لو ست حطت تحت ضغط لا ممكن تنتج احسن من الراجل. انا ده شفته على ارض الواقع، مش بقوله كلام عشان انا على الهوا، يمكن انا كان ده بقوله لكم كمان في الكواليس او في الحياه. يمكن ده انا شفته في نموذج والدتي، في اختي، في حاجات كتير حواليا، لناس زمايلي في الحياه. فعشان كده انا سالتك، لان في ناس كتير زيي، يمكن انا اكون اقلهم جدا او يعني مش ذات تاثير زيهم في المجتمع. الحقيقه ان في برنامج مثلا الامم المتحده للمراه، في عندها برنامج مهم جدا اسمه انجيجنج مان اند بويز، او ان ازاي نخلي الرجاله والولاد كمان هم كمان يساعدوا في رفع الوعي وفي تمكين المراه والجندر ايكواليتي وكده. بالظبط. احكي عندها كامبين هتظهر اول السنه ان شاء الله اسمها وي نيد تو توك، او محتاجين نتكلم لاول مره على احكي، هنتكلم مع رجاله بس مش مع ستات. ليه؟ يعني طلع عندي، يعني انا طلع عندي رؤيه صح؟ عندك رؤيه صح، اولا عشان احنا مجتمع واحد، هو علشان حاجه تتصلح احنا الاثنين لازم نشترك بالزبط. فيها بس في بعد 7 سنين احنا قررنا نعمل ده بعد 7 سنين. هو ده مش معناه ان احنا عملنا كامبين مع رجاله انه احنا بناخد من مساحه الستات، لكن هي معناها انه الراجل ده هو ابويا واخويا وجوزي ومديري وزميلي وانا بتعامل معاه كل يوم، فهو لازم يفهم يعني ايه تمكين مراه، يعني ايه بيئه عمل امنه، يعني ايه رجوله اصلا هو متخيلها ازاي، اللي فيها كل المفاهيم الخاطئه اللي بتوصلنا للاخر للعنف ضد المراه ومشاكل كتير جدا. ف وي نيد تو توك، او احنا محتاجين نتكلم، هو الاساس احنا فعلا محتاجين نتكلم. يعني ميس، هو ما فيش واحده بتقول لجوزها احنا محتاجين نتكلم في البيت وبيرجع لها البيت؟ احنا عملنا انا اخترت اسم الكامبين وي نيد تو توك، محتاجين نتكلم عشان عارفه على فكره يعني لما تبعتي لجوزك وي نيد تو توك هم بيرجعوا، فاحنا اخترناها. بس انت عندك حق، هو ده مهم، هو الموضوع بس ليه علاقه انه مش كليشيه. انا اللي ما بحبوش فكره انه الرجاله تهتم، انه هو مش كليشيه ومش ماده للسخريه ومش ماده طبعا للهزار. هو حقيقه ان انت تبقى متفهم يعني ايه جندر ايكواليتي، ويعني ايه تمكين للمراه، ويعني ايه المشاكل اللي بتتعرض لها، علشان ده مجتمع انت عايش فيه وهي عايشه فيه، وان انت تكون شخص سوي بتحترم الستات وبتحترم مساحتهم وبتبقى شخص مش عنيف، ده مش تفضل منك، ده الطبيعي. هي دي الفكره. احنا بني ادمين اصل احنا يعني لا، هي الفكره بس انه دايما بيتقال من الحاجات اللي بتضايق ليه الرجاله او بتقفل الستات من فكره الرجاله، انه دايما بيتقال انه انا ما بتحرش، انا ما بعنفش، هو ده مش تفضل، هو ده الطبيعي. بالظبط. فاحنا بنحاول ننشر ده، ان انت تبقى شخص سوي وشخص ملتزم بالقانون مش مجرم، لان الشخص اللي بيعنف مجرم والشخص المتحرش مجرم وبيدخل السجن، فان انت تبقى شخص مش مجرم وشخص سوي ده العادي. فتعامل مع انه العادي مش تفضل، دي حاجه مهمه كمان في الكوميونيكيشن ما بيننا وما بين الرجاله. لكن احنا الموضوع خالص فكره بقى وجمعيه المراه المتوحشه والستات لوحدها والكلام الكليشيهات اللي اتربينا عليه ده، ده طبعا مش ده مش هياكل حد عيش بصراحه، لا ستات ولا رجاله، وهيكبر الفجوه مش هيصغرها. بالظبط. بالظبط. طيب نميس، انا عايزاكي بقى انت دلوقتي اللي تحكي ايه اللي مريتي بيه، او اكتر حاجه حصلت لك في حياتك
اتصدمت يا عيني اتصدمت. ما اتفقناش على كده. هو ده جه في بالي دلوقتي، ايه الحاجة اللي مريتي بيها في حياتك خلتك تقولي انا مثلا هعمل احكي، او انا محتاجة اسمع تجارب اكتر لستات مختلفة، ايه اللي حصل؟ يعني بجد انا بتسال السؤال ده دايما، بس هو ما حصلش حاجه. انا شخص بشوف نفسي محظوظ جدا الحمد لله، اهلي داعمين جدا، واخده مساحتي وتربيت ان انا شخصيه مستقله وقويه، وده ساعدني في حياتي. بس انا زي ما قلت لك انا اساسا دارسه اعلام، فده جزء من شغفي بشغلي ان انا ستوري تيلر، انا بحكي قصص. بدات اهتم ان انا عايزه احكي قصص ستات، اللي خلاني مش حاجه شخصيه بس السايد توكس، او لما تقعدي في تجمع كده في اصحابك واولاد وبنات، فبتحسي ان انت مهمشه بالظبط طول الوقت، انت مهمش مهما عملتي، انت مش هتوصلي لحاجه. دايما بيتقالك كده، مهما لازم تشتغلي على نفسك اضعاف مضاعفه علشان توصلي لنفس البوينت اللي الراجل بيوصلها كده. فدي كلها حاجات شخصيه. لو بنتكلم على حاجات شخصيه، حسيت انه طب ما احنا محتاجين نحكي بقى، نحكي عن اللي احنا بنشوفه، ونحكي عن رغم كل ده احنا بنوصل لايه. واعتقد غير كده، غير فكره انه طبعا يعني حاجه حلوه انه يكون اهلك داعمين ليكي، وان انت ما تكونيش مريتي بحاجات صعبه سواء في طفولتك او في النشأة او الحاجات دي كلها، ولكن مجرد ما البنت بتنزل الشارع احنا بنشوف بلاوي. يعني من اول اللي يبص لك، للي يرمي كلمه، للي اي حاجه. انت لو ماشيه بتاكلي هيقول لك بتاكلي ليه؟ ده حقيقي. انا بتوه في عربيتي واحد بيقول لي اقفلي بقك انت مالك؟ أيوة بجد. أيوة. فبنشوف حاجات غريبه، وناس بتتدخل في حياتنا بتفاصيل كتير قوي. وعلى فكره ممكن اوقات التدخل ده يكون من ست، وممكن اوقات لو حصل لك موقف تحرش او حد ضايقك وقفتي تزعقي، اول حد بيقول لك اسكتي ست، اسكتي ست. ده حقيقي. فاوقات لا، التجارب اللي بنمر بيها في الحياه بتكون صعبه، يعني مش بالضروره بس تكون، مش بالضروره طبعا على الاهل او كده، بس انا قصدي اللي هو ما مريتش بمأساة شخصيه خلتني عايزه اقلق خالص. يعني في ناس كتير بتتخيل ان انا مريت بمأساة شخصيه فعملت احكي عشان احكي قصص. اطلاقا يعني الحمد لله مريت باللي كل ست بتمر بيه، اللي شفته في الشارع، واللي شفته في الشغل، واللي شفته من تقليل مني لمجرد ان انا ست، او اللي لا انت مش هتقدري، كلنا مرينا بده، فده انا مريت بيه بس انا خدته على قلبي قوي. لا بنقدر. طب احنا نوريكم بقى نحكي قصص ستات رغم كل ده قدرت، علشان انا لما نحكي قصة نورة ويشوفها مليون ست تانية هنلاقي في قصتك حاجة شبهي. فده هيديني دافع ان انا كمان اكمل وهوصل زي نورة ما وصلت. فده كان هدف احكي ببساطة، لانه رؤيتها كانت انه حكي قصص النساء، وان احنا نديهم مساحة ان احنا نسمع اصواتهم، وان احنا نشارك تجاربهم وحياتهم وقصصهم. ده حجر الاساس لتمكين النساء. صح. وتسليط الضوء على النماذج الملهمة من الستات بيمكن ستات تانية كتير ما عندهاش الفرصة، او في مجتمع ضاغط عليها. لما اشوف حد ناجح بيديني باور، بيديني قوة. هل بيجي لكم كومنتس من نوعية اللي هو انتوا يعني عاملين نفسكم اخترعتوا الذرة، انتوا بتحكوا ايه، قصص ايه اللي بتتكلموا؟ دي اقل كومنتس بيجينا. ده دي لما بشوفها بحس ان الحياه لذيذه، يعني تمام كويس ان هي كده. بيجي لنا كومنتس كتير طبعا فيها هيت كمان، فيها كره، فيها عصبيه على حاجات انا ما ببقاش فاهمه، وانا حاسه ان بقول بديهيات. بالزبط. حرفيا بقول بديهيات. صح. والله بصي يا ميس، يعني انا توقعت ان يكون في الكومنتس دي في الاول او في الاخر، لان ده يعني دي طبيعه بشر. سواء اصلا زي ما انت كانت نوره برده بتقول، ده ساعات بنلاقي كمان يعني ست من على ست، يعني عارفه اللي هو هجوم من ست لست. فده هو بيبقى التفكير. احنا دايما بنقول ان في ستات عقليتها الذكوريه اقوى من الرجاله. فاهم حاجه طبعا، يعني انت شرفتينا ونورتينا، ونتمنى طبعا مزيد من النجاح لمنصه احكي. وطبعا تقدري توصلي لابعد مدى، وفعلا تكوني بتشاركي كل الناس مشاكلهم ان هم يقدروا يحكوها، خصوصا السيدات. فيعني مليون تحيه ليكي وكل القائمين على الموضوع. شكرا جدا. وكل سيده مصريه وعربيه، شكرا ليكي. شكرا. لسه هنكمل معاكم وباقي فقراتنا، وبعد الفاصل صوفيا زاده مفسره الاحلام، وهنستنى مداخلتكم معانا علشان نعرف كل حاجه عايزين تسالوا فيها بعد الفاصل. واخيرا وبعد فتره غياب كده رجعت نورتنا تاني مفسره الاحلام صوفيا زاده. لاكيد طبعا اي حد عنده اي حلم حابب ان هو يفسره تقدروا تكلمونا خلال فقرتنا، تتصلوا بينا او تبعتوا لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك. وبما اننا خلاص يعني على مشارف عام جديد، فحبينا النهارده نتكلم معاكم عن الاحلام اللي ممكن نشوفها تكون بتقول لنا انه في حاجه حلوه تحصل في السنه الجديده، او بتحذرنا من حاجه ممكن تحصل. يا صوفيا حبيبتي يا نورا، عامله ايه؟
وحشيني قوي قوي. وحشوني الساده المشاهدين والله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عمره مقبوله ان شاء الله باذن الله. يا رب يا قلبي ان شاء الله عودا حميدا احنا وجمعا يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب صوفيا، هل في احلام ممكن الواحد يشوفها تكون بتبشره بحاجه في دخول سنه او بتنبهه من حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصي، هو البني آدم بيكون في بني آدم كئيب مكتئب عارف إن حياته سودة، وفي بني آدم تاني تلاقيه حتى لو هو حياته متلخبطة لكن متفائل وبيضحك ومش عارف إيه وعنده ثقة في الله إن اللي جاي أحسن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول دايما ايه؟ التفاؤل، احب الكلم الحسن والتفاؤل، اياكم والطيره، اياكم والتشاؤم. تمام؟ لكن ما نجيش بقى احنا نرصص حاجات للناس، نقول لهم ده هيحصل عندكم موت وهيحصل عندكم ذبح وهيحصل عندكم مش عارف ايه ايه ايه، طب ليه؟ ليه دي طاقه اصلا سلبيه انت صدرتها للي قدامك، فبالتالي بيشتغل عليها الشيطان، تخيلي كده؟ يعني مثلا ايه؟ يعني انا لو جيت مثلا قلت لك انه ده انا حلمت لك حلم هيحصل عندك مثلا حد هيموت لا قدر الله او بقى. حد مش عارفه ايه وكده. اقول لك ايه؟ هقول لك حاجه، الحاجات دي تحكى يا لبيب يا حبيب. يعني وبعدين اكون واثقه في الطرف ده انه مش بيكذب، ما يمكن يلبسني حلم وانا كذب. تمام؟ طب انا البسه ليه؟ ويروح الرؤيه على جناح طائر اذا حدث بها وقعت. تمام؟ انت هيجرالك ويجرالك. بصي، التفاؤل والحنكه، افهمي بقى اللي قدامك ده عدو ولا حبيب عشان يقول لي حاجه زي كده. وليه انا مثلا يقول لي ابوكي جالي، ابوك المتوفي جالي في النوم بيقول لي ما يجي لي انا؟ ما يجي لي انا على طول. ولا انا انا مش بنته. مش عارفه. تمام؟ فاحنا بنتفائل، خليك دايما متفائل. بصي يعني زي ما ترسى دق لها. والله العظيم يعني سيب نفسك، خليك زي الطيور تاخده خماصا وتعود بطانا. يعني ايه؟ يعني ربنا ما طلبش مننا قيام او العبادات بكره، لكن مطلوب مننا عبادات اليوم، فبالتالي ما تشغلش بالك ربنا هيديني ايه بكره. تمام؟ انا طبعا اكيد بواجه حاجات زي كده، موضوع برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، انا مش دعوه في الابراج خالص. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلها وقال على الرمل، يعني ضرب الرمل او كده، لن يوافق احد خط اخي ادريس. ولكن في توقعات بتبقى اكيده، توقعات اكيده، يعني واحده وجوزها متخانقين متخانقين متخانقين، اكيد هيتطلقوا. دي بسيطة. مش اللي هو ممكن يطلع، اكيد هيطلع، اكيد هتولد. يعني في حاجات يعني بديهية يعني. يجتهد بقى يقول لك لا اصل انت متجوزه جديد اكيد هحمل، يعني اكيد يعني. انت ايه جبت الجديد عندك؟ ولكن احنا دايما بنقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبدي فليظن بي ما يشاء. ظنيتي في الله خير وجدت خير، ظنيت شر استقبلي. وبعدين دايما نقول ما تحكوش الحاجات السيئة عشان الشيطان بيخدم على الكلام السيء. يخدم عليه. لكن يعني البت دي أول ما بشوفها وشها فقري وبتقفل لي اليوم. طيب هيوريها لك كل يوم وهيعمل لك ألعيبه. ألعيبه بقى تحسي انه في حاجات بتحصل في اليوم. الكاوتش العربية فرقع، مش عارف حد لا قدر الله تخبطيه بالعربيه ولا حاجه، مش عارف اي مصيبه تحصل هتنسبيها تثبت عليك ايه موضوع. طيب. او يثبتوا لك الموضوع على ايه؟ اصل انا مسحوره. دي الشماعه. طب بصي عشان ايه؟ لا الحته دي فيها كلام كتير، خلينا ناخد تليفون ونرجع ماشي. نكملها معانا فاديه. الو الو. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. انه اي حاجه هتحصل في اليوم وحشه. انا مسحوره، اصل سلفتي عامله لي عمل، العمل ده خلاص بيقعد كده عمره كله. طب انا عايز اقول للناس على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى الطف على العباد من الام على صغيرها. تمام؟ في شهور سبحان الله بيبقى فيها منح ربانيه، يعني حتى لو حد عمل لك سحر في اشهر في السنه، مش هيظل طول العام، لا في اشهر في السنه يبطل السحر تلقائيا، بس انت لو مع الله انت صوام قوام. لذلك نقول دايما خليك على وضوء، دايما صلاتك ما تفوتكش، دايما خلي الحاجات دي اسباغ الوضوء على المكاره، يعني
الاظافر بس لما ده دي انت عارفه طبعا دي بتتحط وبتتشال يعني عشان في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده. فاصباغ الوضوء على المكاره اللي هو توصلي الميه لرجليكي ولضوافرينك والحاجات دي كلها كده، فده اعملوا كده وانتظروا من الله خير. يعني انا اتفائل، يعني انا داخله مثلا ايه عمل جديد شغل جديد معايا الزملاء، لا البنت دي شكلها عينها وحشه، دي عينيها مدوره دي والله العظيم والله بسمع حكاوي انا مش عارفه ايه. طب يا حبيبتي انت ما يمكن انت فيكي كل المصايب دي مثلا ومصدره للناس. يعني خلي الواحد ايه المرح حلو اللطف في التعامل جميل. بصي بقى هقول على حاجه بس ايه يعني مش هعتبرها انها حاجات وحشه، بس ايه بس انا هقول لهم ان اول السنه الكوكب المشتري مواجه الارض تمام، فده تعتبر سنه الحظ بجد. والله يا فرج الله. والله سنه الحظ لحد شهر 6 اللي جاي، 6 شهور يعني. 6 شهور ارتع براحتك فيها. حلوه جدا، فلوس كتير، بصي شغل ما شاء الله، في تقدم في كل نواحي الحياه. حلو. حتى كمان العبادات فيها همه. حلو. همه عاليه. حلو. والفلوس بقى هتكتر قوي يا رب يا اختي. انا تليفون من مدام هناء. الو. الو. ايوه اتفضلي يا مدام هناء. ايوه مش لو سمحتي عايزه بس احكي حلم ممكن؟ اتفضلي. طيب انا حلمت انا ارمله. احنا سامعينك. انا ارمله وحلمت بجوزي قاعد على كرسي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. وكانت بقول له على فكره لقيته بيقرا الفاتحه رافع ايده لفوق. وبعدين رحت ماسكاه كده قلت له مبروك بنتك اتقرا فتحتها ما شاء الله. فقعدنا نعيط انا وهو ونحضن في بعض. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يفرحك بيها يا رب يا رب. وراح واخد بعضه قايم من على الكرسي ومشي. انت عندك بقى بنوته على وش جواز صح؟ لا متجوزه. متجوزه؟ طيب يعني حامل ولا في فتره حمل؟ لا لسه. طيب ابشري بقى، ده بقى الفتحه دي بدايه او فتحه كل خير. حتى الامام ابن سيرين بيقول من راى الفاتحه في المنام او قيل له الفاتحه لتأويله عايزين 70 بعير يشيل تأويل الفاتحة من قدرها العالي. ففتحة في رزقك وفتحة في رزق بنتك وإن شاء الله حمل وأطفال وسعادة وفي أموال جاية لكم. فتحات بقى، فتحات ما شاء الله كتيرة جدا يا رب. وحضنك ليه طول عمر ليكي تمام. وده كمان دلاله برضه على انك باره بيه بعد وفاته. طبعا. يا حبيبتي ربنا يقدرك يا رب ان شاء الله على بعده يعني يا رب. طب في ممكن حلم صغير ممكن اقوله؟ اتفضلي اتفضلي. حلمت بابني، ابني شاب كبير. أيوة. حلمت ان هو صغير. بعيد من ربنا. وبعدين لقيته بعدين واقفه كده لقيته بقى وشه مظموم. ماله؟ وشه مظموم. مظموم بيعمل كده. يعني بيزوم يعني ايه؟ بيزوم كده. بصي طبعا هو واضح كده البعد من الله. الغضب ده هو في حاله غضب. لاني الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو دايما عصبي. بصي لما يعني حاولي ان هو يلجا لله تعالى عشان اي ضغوط نفسيه تبعد منه. المنظر ده مش مريح بالنسبه لبني ادم. فحاولي ان انت كأم بقى بحاول وبعدين لقيت عينيه زي اللي وجعته. ما هو وجع العيون دي ضلاله. وبعدين الواحده راحت يعني قريبتي كده راحت ماسكه عينه كده طلع حاجه بيضه منها. لا 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 ربنا يستر يا رب. هو في واحده متعلق بيها او بيحبها
هي الخط فصل. شكرا لك يا عموما مدام برضو هنال. خلي بالك ان ممكن دي تكون بتاخد منه بتبتزه ماديا. ان يخلع حاجه من العين ويديها لها، دي يعني ايه بيقول خد عينيا، ابتزاز، فهماني؟ عشان هو بيحبها. طيب هو في جالنا تليفون بس يعني هي مش حابه تدخل على الهوا، هي بتقول ان جوزها في المنام اجبرها ان هي تعمل صينيتين بطاطس. طب ما عزمتناش ليه؟ حكم البطاطس في المنام ايه؟ الله، البطاطس في المنام وفي الحقيقه حلو بصراحه. لا بص هقول لك على حاجه، هو الطبيخ بوجه عام معناه وليمه. الوليمه بتكون لمناسبه ساره، فرحانه بحاجه، يعني في امر هيحصل لها، في فرحه، طالما صينيتين احنا بنعمل صينيه واحده. أيوة. يبقى في ضيوف، في عزومه، يقول لك سبحان الله الضيف يخرج ومعاه ذنوب اهل الدار. فلذلك اكرم ضيفك، ده من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع، اكرام الضيف لانه بيخرج معاه الذنوب. هو بصي، هو كل ما هو فيه تسبيك وطبيخ وحاجات كده ده معناه صعوبه في الرزق، صعوبه في الرزق، ولكن بما انها طلعت حلوه فده معناه ان انت هتتحملي شويه متاعب بس في الاخر الناتج حلو قوي. حلو قوي. طيب معانا تليفون من امال. الو. ايوه ايوه، ازيك يا امال؟ الله يسلمك يا حبيبتي. من فضلك ممكن الدكتوره صوفيا تفسر لي حاجه؟ اتفضلي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا اهلا بيكي. من فضلك، انا حلمت ان انا بفتح باب الشقه فلقيت زي قفصين مليانين ارانب فنطوا ودخلوا كلهم عندي في البيت. انتي متجوزه ولا لا؟ لا يا حبيبتي انا كبيره في السن، انا جده. طب عيالك عندهم عيال وكده؟ ابشري بقى. بصي، هو الارانب دايما بيقال عليها على الذريه الواسعه، يعني عندك احفاد الله اكبر بكثره هيملوا بيتك. بس خلي بالك برضو ان الولاد كتير. لا انا ما عنديش احفاد بكثره، انا يعني انا عندي بنتين كل واحده عندها واحد بس. بس ما هو يعني ما دي بشاره. الارانب دي رزق يعني؟ ما دي بشاره. لا الارانب اولاد، عشان الارنب بيولد، بيقول لك يولد 100 ويقول يا قله الذريه. بيولد كتير الارنب. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ناس، في ناس جبناء. جبناء لفظا. بيتدخلوا في حياتك، يعني الحلم لما يجي لك رؤيه تفسريها على الناحيتين، الناحيه السوء والناحيه الطيبه. عشان تاخدي حذرك من السوء وتاخدي رزق. الارانب كانت كبيره في الحجم وغامقه. الارانب حلو. دي بقى اموال بقى، اي حاجه سوداء او بنيه دي فلوس، فلوس قادمه. بس برضو ذريه، خلي بالك برضو عيال، عيال بكسره. يعني انت دي بتقول دي جايبه واحد ودي جايبه واحد، لا لا ده هتفتح الرابع يعني ان شاء الله. ربنا يرزقه ان شاء الله. شكرا لحضرتك، نورتينا. معانا تليفون تاني من نيفين. الو نيفين، خط فصل ولا ايه؟ طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب احنا معانا رسائل كتير، احنا ممكن ناخد رسائل ولا حابه تقولي حاجه الاول في موضوع ال 23؟ 2023 زي ما بقول لهم تفائلوا خير. بصي اعمل لكل مجتهد النصيب. ما حدش بينام السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يعني انت شد حيلك، اجتهد، هيدي لك ربنا. اصل انا ما اكونش نايم كده على السرير واقول ما جاتش حاجه السنه دي. ما مش هتيجي، عمرها ما تيجي وانت نايم. صح. طيب معانا رساله من اسرار، بيقول او بتقول حلمت اني كنت بزرع توم بس كده. وحشه، رؤيه مش كويسه. ليه بقى؟ زرعت، بصي التوم والبصل من الحاجات المحرمه. والكلام اللي هو فيه ذم. هي بتزرع توم معنى كده بتقول كلام فيه ذم للي حواليها. حاولي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول خيركم من يوعظ في منامه. حاولي ان انت تخفي النميمه والغيبه وقول الباطل. تمام. معانا تليفون من منى. الو. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي، والله كنت ابن اختي حلم ان هو كان عنده حبايه. ابن اختك؟ وشه قد ايه؟ ومخلص جامعه. خلص جامعه.
كان عنده حباية في وشه وماما بيطلعها الايه شدر على دود كده. شاف ايه؟ شدت الحباية جابت دود. دود؟ تمام. هو الولد ده بيشتغل في حاجة جنب الجامعة؟ لا هو لسه مخلص كلية وكده. طيب واخدة بالك؟ وخاطب. وخاطب. يعني طب أكيد بيشتغل صح؟ هو مسافر. بي ايه؟ مسافر. مسافر بره. مسافر بره. مسافر بره. طيب هي الحبوب في المنام لا استني بس لسه باين حلو. قولي. طيب وقف قدام الحوض واخده بالك؟ وقف قدام الحوض لقى ايه دود عمال يطلع منه وانا ملى نص الحوض. ياه. يا خبر ابيض. ده بيبتز ابتزاز مفيش بعد كده. دود ده من الارض. دود عامل زي دود الارض. وحش قوي. وحش قوي. يخلي باله من اللي حواليه. وبعدين مش كده كمان في دوده ما رضتش تطلع دخل ناحيه دماغه. الو الو ايوه اتفضلي كملي حضرتك. دخلت ناحيه دماغه كده وكان عمال يصوت ويعيط يعني خلاص كانت هتقرب على دماغه وخلاص. تمام. في حاجه تاني في الحال؟ وبعدين قعد يصوت ويعيط وبعدين ايه امه كانت جنبه كانت عماله تعيط من المنظر بتاعه. تمام. المهم لما راح ركع جنب رجليها كده ركع كده على ركبه ومسك ايديها وقال اشهد ان لا اله الا الله والحلم خلص على كده. لا رؤيه سيئه جدا جدا يعني تصدقي عنها. هو يتصدق عنها وامه كمان تكسر من الدعاء وربنا يكفيه شر الامراض. لاني بصي في ناس بتبقى تبعد من ربنا لحد ما ربنا يديها مرض يفوقها. يعني شوفي انت بتحكي على قصه ان الدوده دخلت في راسه بالظبط زي موضوع النمرود لما دخلت بعوضه في راسه كان ما بيرتاحش لما يتضرب عليها بالابائيب عشان تخف آلامها من رأسه. فالبني آدم كل ما يبعد من ربنا كل ما يزيد الغضب ويزيد يعني ممكن يتركه. كلما زاد المال طغى البني آدم وكل ما يطغى ربنا إيه يزود له في ماله. ده حرام ده. تمام. الولد ده محتاج يقرب من ربنا محتاج رضا والديه لأن قعدته على ركبه دي معناها هو كان عاق لوالديه. فهو قعدته ده طالب الدعاء. الموضوع مش هيعدي سهل الله يحفظه لكم بس المنام مش هقدر اقول فيه اكتر من كده يعني. تمام. طيب معانا تليفون من ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حبيبتي بقول لك انا ابني عمره 23 سنه. ايه؟ ابني عمره 23 سنه. ربنا يخليه لك. اتفضلي. فبيصلي كل حاجه ولما حد يحتاج زكاه بيطلع وكل حاجه كويس قوي وبيصلي كل حاجه ربنا يحفظه. فيعني بينزل يصلي الفجر ويجي يطلع مثلا بعد الفجر ينام يقول لي مش عايز انام اقول له ليه؟ بيقول لي خايف. اقول له لا حد قال لي حد حاسك ماسك رقبتي ونام عليا كده حاسس ان انا هموت. ده الجاسوم. ده جاسوم. لا هو مش جاسوم. ده الجاسوم لما يكون نايم فعليا ويحصل له الموضوع ده. لكن هو خايف ينام. حتى راح اتفضلي كملي. قلت يمكن في حاجه في البيت مثلا هنا ولا حاجه. راح الجيش بتاعه سنه ونص في السلوم برده كان يتصل بيقول لي مش عارف انام انا هموت حاسه ان في حد ايه بيصحيني وحد نام عليا عايز حد يصحيني اقول له الحقني مش لاقي حد اقول له الحقني. بصي يا حبيبتي هقول لك على حاجه. الولد ده لازم يتوضا يوميا بميه الرقيه الشرعيه قبل النوم طالما هو الموضوع بيجي له عند النوم بس بالرقية الشرعية وأواخر سورة البقرة وسورة الصفات والرعد والنجم والبروج والقلم. ده بتتقرف مية ويتوضى منها يعني ياخد كوباية على الطشت كده ويتوضى منها وينام. تأكدي ان بصي سورة الأنعام كمان. سورة الأنعام يخاف منها الجن. يخاف منها يعني انت مجرد ما تفتحي وتنوي تقري سورة الأنعام بتحصل دربكة حواليك. ربكة كده. فقولي له الحاجات دي تتقرا وان شاء الله باذن الله طبعا ياخد سنه. حتى لو بالنهار كمان نايم مثلا شغال بالليل مثلا يجي بالنهار ينام. بصي الميه دي او زيت الزيتون
تدهنوا انه شجرة المباركة تدهنوا منه واكله. يعني ايه؟ يعني لما يجي يقرا الصور دي يحط صباعه في الميه وفي زيت الزيتون ويقرا الصور دي حتى ويردد ورا الـ ورا الـ المقرئ يعني. فياخد منها صباحا ان شاء الله. بص بيبقى فيه خوف داخلي، القران بيطمئن، بيدخل في اوصالك كده وبيدخل في جوارح البني ادم فيطمئن قلبه. ويعني اعتقد ليه راي تاني برضو، لو قول. ما نفعش معاه الحاجات دي ممكن يروح يعني يحصل على استشاره نفسيه، ممكن يكون عنده بانيك اتاكس، ممكن يكون عنده اي مشكله نفسيه. ان عندي حاجه كده كل ما مثلا يجي لي حاجه مثلا هتجيله تبعد عنه مثلا خطيبته مثلا. هقول لك على حاجه برضو، البني ادم اكتر واحد ممكن يوهم نفسه بالظبط، واكتر واحد ممكن هو يحل نفسه من الوهم ده. لا انا قوي، انا يشجع نفسه ان انا معايا ربنا، انا نايم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واخد جنبي الايمن وقاري المعوذتين والاخلاص وآية الكرسي، خلاص ايه تاني، انت كده في امان. مظبوط. شكرا ليك يا ام محمد، ان شاء الله يعني ربنا يخفف عنه، يعفو عنه يا رب يا رب يا رب. صوفيا انا يعني ما لحقتش ولا اقول لك رسائل ولا لحقت تليفونات ولا لحقت اقعد معاكي، بس يعني اشوفك على خير ان شاء الله الفتره اللي جايه كده، وتبقى سنه سعيده عليك. اكيد هنتقابل قبل السنه الجديده للجميع يا رب. اللهم اعطيهم حتى ترضيهم. امين يا رب. شكرا لك يا صوفيا، نورتينا حبيبتي. تسلمي. كده خلصت فقرتنا وخلصت كمان حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 6:30. باي باي.